شوف لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل خير يا امي. صباح الخير. قل لي بربي ماشي البيرو ولا عندك رانديفو في جنينه الباساج؟ يا ربي العمل عليك. اولا يلا لو كان جا عندي رانديفو في جنينه الباساج ما نمشيش متهمم هكا. تنظر بلا وقتها سروال قطيفه وبلوزون جلد تعترق بريحه السيراج. ثانيا سيادتك تحب روحك إليغان قدام الكاتبه نتاعك. يزي يا مراه راهو عيب. شهر رمضان راهو الشك والاتهام بالباطل الاثنين يفطروا. والزينة وريحة البارفان اللي تعطعت يفطروا. يزي متخلف هكا طو واحد. اما خير كبدا ريحته طيبة ومتهمم وبشوش ولا لحيته مصيبة ومكشبرة كي تبدا واخلاقه فاز دخل شنو صايم وما عندوش خلوق باش يتلاها بحالته. اش بيولد اسم الله عليك اش عملولك؟ كانك عليانة يا أمي فضيلة ما عملتلو شيء. أما لا أعلم بالك شي فما ناس عملولو. لا يا أمي فما ناس ما يولمهمش الصيام. حق أمي اش باش تعملنا اليوم نشق الفطر؟ ايش الزينوبة؟ شنية؟ زينوبة باش تطيب؟ لا هي زادة سهلتني قبيلة وصرصت لها المني ما نقعدش نعاود مرتين أنا. فاطمة اش بيها هذه زادة مولا باس؟ هي يا بنتي هي من وقتاش نطيشوا الكرتابه من الباب هكا ما زدتك شريتها لك جديده وش بيك جايه من توا؟ المعلمه صبحت مريضه ما نجمتش قرينا تي صايمه. ايوا هكا قيد على شهر سيدي رمضان. وعلاش تقول هكا؟ انا بيتي ما عادش نجم. ما تقوليش انت زاده صايمه كالعاده نص نهار. يعيش بنتي مش تفهمنا نواياك حكاية الصيام انت نص نهار تعملها كان في الويكاند وصلعة. امي امي قتلي. انا قلت لها هي تصوم نص نهار باش كي تكبر تلقى روحها مستانس. هيا بجاه ربي يزيونا من قققي قققو يزي هاو نص النهار قريب يجي هاتو تاكل هاتو تنعوش شوي. ما هوش نص النهار هي العشرة ما زالت. يا امي الطفلة تفرج كيفاش وجهها كي البخارة وليثة تقولش عليها تخدم وراكي شي. اتو نقوم نحط الفطور لبنتي. هاي باش تسخن الفطور للدلولة اللي طالعت لها. أيوة هاو توا بديت نسمع في صفرات الانذار تدوي. خلينا نمشي نخدم على روحي خير. سليمان اسمعني انت عندك الحباب والاصحاب في كل بقعة. وي سي فري امي سي فري وي. هاي حرت باش تلقى خدمة الفريد حتى شدني يد حالته تسخف. فريد باي تنشوف داكوردو باقي تو تشوف. ميامي سامحني ولا ما عادش نجم. مسيال شكول حاجه اسبوعي يدي قوم ظهر فيها الكبيدة بتاعك جاية باش تعطيك على راسك. قوم طفيها خلنا نرقد عليك. يدي عطينا نلعب نكمل نومتي. تقوم لا تروح على الباب. اسبوعي خليتي يا هكا توا هكا ها ساعة كاملة ولا ندق؟ سمعني خويا سليمان كنت تقول في بيت الراحة. وهالكركان وزور هذايا ما سمعش ريق زريق. يا ولدي ايه قوم ايا سيدي خويا. لا سيدي منصور جيتك نزور. لا
بي بني مخر على الخدمة. وانت عندك 4 سنين مخر على الخدمة. بس يا قوم يا حسب حاجة. لا 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 حسب فوشيك برك. نعم حسب فوشيك هم قدامك يا سيب الملعب سيب بالحكاية دي وربي لا تأخذوا الخلي وشكون يرقد شو شو والله العظيم طول هاني خليتك فيها هاني ماشي ترقص في بيت أمي سيب سيب وانتي هكا هكا توا قايمة. أنا ليه ليه أخويا سيمان أنا قمت من الفجر ومشيت ندور نفركس على الخديمة ومن بعد تعديت البيت الراحة ورجعت لل وأنت سيادتك كي تمشي البيت الراحة تلبس بيجاما؟ ها؟ الغالب سناسة سناسة تري تري بيان بون بدل حوايجك وخلت عليا البيرو حاجتي بيك. إيه إيه استنى عايش ولدي نفرش لك خاطر نحيت الملح باش نغسل. طاطو سامحني خاطر ناكل قدام كنت صايم اما شو عمل فيا كنت نحس في كرشي تغرود اما توا سافا. كوكو على روحك ما يقلقنيش عندي عزيمة. طنطون ما تصير لك ساعات وانت تبدا صايم تندمني ما خذيتش صحن اخر مقرونه في السحور وشو تصير لي اما انا مش ساعات كل يوم ليتو الفخذ هذا هذاك البارح امي يامي قد ما راح تحس بيا قلت لها ما نحبش واليوم الجوع الناقة يقلب عظمي ريتانا قزوز هذا البارح بعد ما حبيتها قد كان زيدني عليه مليون ما نشربوش واليوم كان نلقى نشرب الدبوز الكل. زعما شنو ياخذ ياسير اسبوعي عايشة بابا كامل نومتك هاني جيت طنطن أمان في ثنيتك جيب لي ديسير من الكوجينة خطر إن على ما عبيتها بالصيف نتحرك. خد لي ديسير أي شوف لي بانانا ولا رمانة في طاولة الكوجينة ولا ياغورت أخير باش كامل معاها طايف القطايف اللي قاعدوا عرب عليك علاش تحط الطني طنطن والديسير قم جيب وحدك. صباح الخير. صباح الخير. انتي خالتي جنات؟ نعم نعم خالتك اللي بالحق ظهر فيك اللي انتي صايب وزد ما تدلش من فوق تعرفش كيفاش ننصحك منه هكا بربطس في النار يا في السحوق. معناتها مش انتي العرافه. يمو قلنا ليه عزه شكون جاي؟ كليون يا ماما ناسي مرايته. قلو يدخل قلو. تفضل بابا. اهلا اهلا يا مرحبا يا مرحبا تفضل تفضل اقعد. تعرف عندك السهر هلا يا مات الكارطه متوعد ما تخرج من هوني كفرحان ان شاء الله يا خالتي جنات ان شاء الله. ايوا احكي لي شو هي مشكلتك. هيا لله ها باش نبداك الحكايه بالاول. باه تفضل هني نسمع فيك. البارح في شقة البطر مرتي طيبة تبريك وطاجين وعز مريورية وكزاج. بارك الله تبارك الله وهالماكلة الكل ما عجبتك الشيء. لا ولدي كي شافك العظم الكل اسألني قديش من حالة استعملت المادة. لا ولدي اسألني شكون جا الأول الدجاجة وإلى العظم. ما عرفتش بش نجاوب. أيوه من بعد ليلة كاملة ونا لا خليت لك طب لا انترنت الشيء ما عرفش شو نقول له تو. ليه عاد هذه سهله عاد شنو الدجاجه جات قبل يظهر لك وكيف جات الدجاجه مش من عظمه. هي اي والله عندك الحق
هي يمنها عندك الجواب. نابيدي من الاول قلت لك وقعدت نخمم العظمه اللي باش تجيب الدجاجه منين جت؟ مش الدجاجه اللي باضتها هي، اما الدجاجه اللي باضت العظمه اللي جابت الدجاجه اللي باضت العظمه الاولى. الاولى هي ولا الثانيه؟ الاولى ولا الثانيه؟ شفت مصعبها؟ شفت البارح في الانترنت مبربش لقيت انه السؤال هذا حير البشريه الاف السنين والتو ما لقوش حل. اي وين جاييني في ربع الساعه تحبني نلقى لك الحل؟ اه يا خالتي جنات ماذا بيا اللهم تطلعي عرافه ما تعرفيش عيب. انا ريت عروسات وطلقات وحتى من الخدم والثروات باش نحير في عتوقه وجرد عظمه قص. صباح الخير دلن. صباح الخير. وين ماشي؟ شنو اللي وين ماشي؟ باش نقابل خويا سليمان. نعم هكا هو تدخل بحذاه مريض. يا اخي عندك معاه رونديفو؟ هاي عجب ما قاليش. شنو هي؟ ياو كان بحذاه قبيله وفايقني وقال لي خلط عليا. اقعد استنى مادام عملت لك فيشه. فيشه؟ اي فيشه مادام اول مره باش تعدي عنده، اذا نعمل لك الفيشه نتاع الدوسي نتاعك. لاباس ما شبيك لالا؟ ريتني مجنون ولا خيوط تمس في بعضها؟ شبيك؟ شنو اللي شبيك؟ تعرف كيفاه؟ هاني في استديو كي كمل مع المريض نتاعو عيط لي. ايه سيدي شفاهمة مرمضنة؟ ايه مرمضن. يعجبكش؟ ها اش قالت الكارت؟ طلعتها؟ يا وخي اش تحبني نقول لك حتى من الكارت حرت معايا راهو. اش مشيبك اش تحب؟ جاي نطيب كسكسي نانا اليوم، ما يسالش؟ توا وقته وطرش فيا نخدم. خالتي جنات علاش ما تخليهاش تشوف معاك؟ شو تشوف؟ شو عندها تشوف؟ شو تفهم منه هي؟ ايش نشوف؟ من بكري نحبوا نعرفوا شكون جا الاول، العظمه والا الدجاجه؟ ايه عاد سهله هذه، بالطبيعه الدجاجه قبل. استنى علاش بربي؟ على خاطر الدجاجه هي اللي تبيض وتكرك، لو كان العظمه تجي الاولى شكون باش يكرك عليه؟ هذيك علاش الدجاجه تجي قبل؟ اي حتى انا كنت شقولها راه. اسبوعي قوم هاني جبت لك حواجي. يا ربي سيدي الشعب عندي انت باكي في جرتي حطلوني خلط عليا. يا انت خطيني خطي فضيله خطي برا فايق ما عادش وقت عليك على الخدمه. مانيش خادم يوم سبعة ما صرت عم تجي ترفض سيبوني. بربي باه انا اخويا هاني قلت لك وانت حر. ثم حاجه اخرى يلزمك تعرفها، الكسكسي عمرك ولا تسقيه من اول مره بمرقته الكل. فرق السحاب شويه يدين ومن بعد صب له مرقته وغم وخليه يشرب وعمرك ولا تحركه. انت لا عدم فضيله، الكسكسي لازم يتحرك مليح باش يتنفس، ما كانش يعجب. بربي يسكت انت، ايش تفهم منه؟ تعرف خير من امي. شنو ايش تفهم منه؟ انا قريت التكنيك بتاع الكسكسي في المكتب. وين نعلم فيها في صنعه الجدود؟ سامحني خطي فضيله، انا والمكتب غلطي. اسبوعي فيقه ما حبش طردني وقال لك اليوم مانيش خادم. يا غلبته عزة برا فايق وعايش بنتي لأخوه يتغش عليه. بيه طيب فيق لك بكري أتا تشوف. سبوعي أوه يا ربي مسكيني انت ولا نشيت المهدي مدريعة. نعم الميلة جرب روحك وتنوريك. عزوسي سرية انت الميلة شكون؟ ايا قوم ويزم البخل يا اخي باش تعدي نهار كامل راقدة. استنى بركة نعرسو دام نوريك الدين الكل ولا ما نحيهولك جو من البروغرام. استنى فيا بياني قمت
من ساعة ما حد قاعد يفطر في بيت الفطور. يا راجل يا راجل يا أخي، ناسي نحن في رمضان ولا قاعد تحلم بالماكلة؟ مانيش ناسي، أما قبل أن يتفطوا منشوق في نص فترة قلب أسور علي. يا ربي يا ربي يا ربي على القنوش، قوم ما حد حاجة في بيت الفطور، قوم البس حوايجك سبت خدمتك. ليه ليه كمون كمون مش كروية. اسمع زيد عليهم كيستي زيت زيتونة مش توا حريق. لا اي وعصرة قارص ما فيها بيس. بيه كنت تحق حاجة أخرى كلمني سالي. هذا لندا ما تقوليش عملت موزع صوتي 18-44 أمك صنفة. ليه عندي صاحبتي عروسة جديدة وسني أول عام باش ترمضن وحدها مع رجلها، عاد كل ما توحل في حاجة تكلمني. هذاك باش تكلفلها حسب التليفون أغلى من فاتورة الريستوران. هكيكا ما تكلمني كيم البيرو. معناها فلوس إدارة كل ما جاب الطواجن والبريك والفحات. بعد دادو كاسأل عليا خويا سليمان هاني في الاستوديو. برا ردي باش تقيل صح عليك. قيل مش خاصني كان قيل عليه ما عندي ما نعمل، عندي مطالب يلزمني نعمرها. هاي برا قول لي نفوجيك خويا فاش حسوا بيك. بالضبط بالضبط ما نعرفش. أما قال لي تحبش ندبر لك خدمة لهنا حتى تلقى خدمة صحيحة. هوني 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 معناتها لهنا في البلاس. شو فوجيك في البلاس هذا؟ شوف راك فدتني وجبت لي النوم بالأسئلة متاعك هذه الزايدة. بون دادو هاني في استديو. دادو دادو سمعت بوذنيك؟ سمعت بخشمي. شو يا دادو مانيش نفضلك راهو بجدي نحكي، ما يلعب تحت سقينا في باليش. تلقاك نسيت سبلت الدوش تمشي. يا دادو يقول لي سيدي خويا باش يطردني داخل فوشيكا في بلاصتي. زعما ليه ما ظهر لي؟ بس ما دوش توش كان يحكي. انا اقول لك راهو كلامي صحيح سيدي خويا، ناوي باش يطردني وداخل فوشيكا في بلاصتي. ما عادش يطردك على خاطر انت خوه، اون بليس شهريتك ما لقاهاش حتى في قلب الشين. شين؟ دادو يطلع شي يحب يطردك انت. هنا فيش قام. يا وجيه صباح خير سي البيجي. صباح خير. استوى عم البيجي عنا ساعة نستنى. ايش ثم ما لاباس؟ ايش تو ايش ثم؟ نسيتني؟ مش قلت لي ارجع غدوه الحي الصباح تلقى الريسبتير تاعك حاضره؟ الريسبتير تاعك مازال ما حضرش البال تو لرقيتها، تعرف كيفاش؟ ارجع لي غدوه. ديما غدوه البارح قلت لي غدوه راك. ما انا قلنا غدوه عاد. الله يهديك، الله يهديك. وانت خويا عندك حاجه عندي؟ جيت نسال فماش هنا جدر تحلو. انا في رمضان ما نبيراتيش. علاش؟ بيراتاش حرامه؟ تدبر فيا؟ يوسع بالك عامل باش بيك تصيح. مانيش نصيح. اذا نمشي العامل هادي يخدم على روحه. برا العمك الهادي ولا. وي دكتور حاجتك بحاجه؟ اي الدوسي هذا كملت منه، تنجم ترجعوا لبقعته. حاضر. دكتور خدمتي فرحان بها ولا ليه؟ بيان سور شو فرحان بها ولا ليه؟ عليها السؤال. ليه؟ خاطر كان فما حاجه مش عجبتك نصلحها. بالعكس انا كل شيء عجبني. وانا الحقيقه ما عادش النجم نسلم فيك للبيرو نقصد. فهمتك تحكي بروفيسيونيلمون دكتور. وهو كذلك وهو كذلك. قل لي دلندا كانت تحب تروح من توا ما يسالش راهو كان جانا باسيون ولا هكا ولا هكا وكا اسبوع يعوضك. ولو انت صعيب باش تتعوض. ميرسي دكتور. هذا من حسن اخلاقك. العفو العفو. دلندا ترى عايشك طل من الباب شوف الباجي جاي ولا لا.
ضد وقت تضحك مش بشي طردك. هيا بيه شو معناتها؟ معناتها الرصاد في راسي؟ والله عرفت، والله عرفت. انت تريد الدور دور ترجع لوجهي. اوجي دكتور. سي بيان. اسبوعي اسبوعي ترى ندي لي فوشي كفيسة. لا لازم شيخ بلاصي وزيد نعيط له. هاكا في السيديو قاعد برعيط له وحدك. شنو 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 هالشكشوكه هذه باش ياخو بلاصتك؟ اش قاعد تالف وحدك يا ولدي؟ لا يظهر لي فما سوء تفاهم دكتور. سوء تفاهم؟ اذا عندي سوء تفاهم انا في حياتي هو السيد هذايا اللي المخ بتاعه مشتق من زربوط. الله يهديك يا امي الله يهديك. هيا خلي مش لازم طول واحد يحير المواجع. سيدي خويا معناتها ماكش باش تخرجني وتدخل فوشيك في بلاصتي؟ لا لا اما توك جبت لي انت الفكره. علاش لا؟ سيدي خويا سيدي خوك تولد سيدي خويا ها بو هاي يوفى الكلام تويكا للنهار بتاعي تنقب في جرتك. خذ لي نعيد الفوشيك. استناني هوني هتعرفشي نادي لوحدي. وانت خويا سليمان مرحبا بك. ما دخلتش من قبيله الباب محلول. وانت شبيك بتيت؟ ما تقوليش زاد كنت في ال وين عندي كون؟ لا هاك تشوف عندي دوسي مهم لازم غدوه الصباح بكري نوصلوا. تري تري بيان بون. اسمع زيد دريجين وخلت عليا الحانوت تاع الباجي داكوردو. حاضر خويا سليمان حاضر. قولي يا اخي ما لاباس انت؟ لا 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 لاباس. علاش؟ لا على خاطر عينيك ظهروا لي كيف اللي مبجبجين شويه. اي 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 مبجبجين متعب خويا سليمان متعب والسهر وقله النوم. شبيك راني نسهر ونقوم نتسحر ونقوم على فجاري ندور نفركس على خدمه حتى في القايله ما نلقاش حتى درج نخيل فيه. سيفري يا فوشيكا سيفري في وقتنا هذا ماهوش بالساهل باش واحد يلقى خدمه. سيفري من طلب العلا سهر الليالي. مرة نكملوا لها درج النوم. فوشيكا اش قالك سيدي خويا؟ قالك كي تهد على العباد دق الباب ولا ادخل بالسياسة. لا 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 نحكي على فصل الخدمة اللي بيجي يدبر لك هوني. ما قالك شيء؟ ما قال لي شيء. قال لي هاني خارج وخلت عليا عند الباجي. باجي زعما في باله؟ نعرف عليه انا في باله وفي باله. اش توكي نسمع بحاجة تو نجي نقولها لك. شبيه؟ عينيك باش يا فوشيكا ما تقوليش رجعت القد. شنو رجعت القد؟ ما قلت ما عادش تعاودها. وين نرجع نرقد؟ هاك تشوف وين حاضر في دوسي. فوشيكا ما تقوليش ما رجعتش القد. يوزر الفرش مازال صغور ومبلول بالعرق بتاعك. ربي علاش هذه بالذات؟ اتذكيت فيها يا سيدي الفرش مبلول وسخون. خاطر بصراحة أسبوع أنت كخويا إيش نقول؟ امبارح في الليل وأنا راقد. الله غالب يا باجي اسمع كلامي. خلي فوشيكا يشد لك الحانوت باش خدمتك ما تعطلش. يا ودي شكون قالك هذه خدمتي معطله؟ وينك ليونات نتاعك سيدي اللي نهار كل ماشين جايين على الصاله نتاعي؟ جا شي الباجي حل شي الباجي رجع شي الباجي. باه يا سيدي شوف وشك هذا ينجم يشد الحانوت. مش قلت لي تكوينك وجيني؟ لا محسوب. شوك علم الدني اللي عندك انت دي مال كله في الانترنت الكود والباتش والتصليح كل زاد في الانترنت. يا ولدي اسمع كلامي وخذه معاك لخر يشد لك الحانوت في الصباح وقت يسادك انت تبدا تجبد فيه خميري. مش انا برك تونس كامل تجبد فيه خميري في شهر رمضان. لا 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 فوشيكا لا مسكر والله من السبعه نتاع الصباح يقوم ويبدا يلوش في خدمه وفي الليل يبدا يحرر في المطالب نتاع الشغل. القايله القايله ما يعرفهاش. عجب لا اله الا الله هذا يا فاطر يا عنده عرق جابوني. اسمع باجي انا صحتك وانت دبر راسك. اللهم عاد اللهم ما تحبش تعمل صانع بالعاني باش ما تخلصوش. انا السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا فوشيكا اهلا. هوا فوشيكا هذا عيش ادخل ادخل عيش عيش نقدمك العمك الباجي اللي يظهر لي يظهر لي من وهكا باش تولي تناديله يا عرفي. اش قال الباجي؟ اش عندي منقول؟ اش تحب نقول الباجي؟ اما اسمع
شهر رمضان برك والخلاص رمز زاد اي مثالش احنا راضين اش قال فوشيكا مش عندي ما نقول قدامك خويا سليمان راضي اما على شرط تمشيش تخدم عندي جمعه وبعد ما تتعلم الصنعه تحل حانوت كيفي في الاستوديو نتاع اسبوعي لا لا كيكا تهنى الحكايه هذه مش في مشاريع لا 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 تهنى يا باجي ما يحلش غير انت بركه ما تصعبهاش اما صدقني بهيلك وبهيله تري تري بيان بون ما نخليكم تزيدوا تعرفوا على بعضكم خير وسامحوني انا عندي باسيون جايني باهي انت سي فوشيك رجع لي بعد شقال فتره تو انا خلاقي فاسده وما عنديش وسعه بال باش نوريك الخدمه اشنية هذه زادة؟ عجبتني فتوبة هذي سفن رميسي بيه اش تحب؟ فيسع مزروبة هنا وجين تتسنى فيا عزوزتي عدي لك بشارة اشنية؟ اشنية سبعون؟ سيدي خويا اليوم مش بشي تردني ايه بالحق وعملي كونفيرماسيون في المنصب بتاعي اسمع كان تحلك السكر وبديت تهز وتنفض نجم تمشي تفطر راهو حتى ربي يغفر ويسامح والله يبعثني بجد سيدي خويا راضي بالخدمه بتاعي مادامك انت راضي بشهريتك نورمال هو يرضى بالخدمه بتاعك ما فهمتكش معناها على هيك الخلاص الطياره اللي انت قاعد تخلص فيه خوك ما يلقاش خدام كيفك حتى حتى في الشيء هيا سامحني يا عندي كفن ريحه الشنط بدات تخرج من الكوجينه هيا عاد ريحه بيهم من كل معشين صبابان باو مانيش لاباس ماني قول لي يا ماني باش نسالك تسمع بها هشين بيان سور باش نقراو عليها سنة ايوا ما قوليش بهم اللي يخدموا في هشين وانا منين نعرف يقولوا يخدموا برشا ويخلصوا شويه ايوا استوا فهمت هذيك هي من هذيك على سيدي خويا حرص عليا ويخلص فيا كيشنوا بربي يزيني طونطون كان انت خلص فيك كيشنوا انا عاد فين في المصروف نتاع هنود لا يكفي لا بيتزا لا ماسكارا ولا ما يسالش يخليني ماسكارا قدام خطيبتي صح علي جيت صادم على العرس وانا صادم على ثقيله نحلم بها من الكوخ نتاع العربيه عسلامة ماما أهلا ليلي شو عملتوا اليوم في الليسي؟ في الصباح كوغ متاع عربية وبعديش كوغ متاع مات وقفلنا بكوغ متاع أي لابين اللي انت تبعتوا باهتماء يا موراني اللي نوت متاع التخيميس خلولانية كيفاش باش يكونوا ليه عاد ماما وانا متفاهمين نوتات رمضان ما ناخذوش عليهم السيام ما يعكسش النيفو الحقاني متاعي أي ليه هماني جابك ربي إيجا عايش بنتي عاوني على تقشير الفلفل متاع السلاطة وميتك من صباح ربي وانا مشنوقة في الكوجينة وامك كي مترة لا يزي قاعدة تتفرج في التلفزة لا يزي في مسلسل معاه وتشفته البارح والله تعبة يا أمي يا أمي وشهية تعسيلة صغيرة وبعديش تو نحط معك الطاولة مش لازم هتو نعيط العزة كنت تعاوني ليه ما تعيطش العزة هتو نجينا نعاونك وينو الفلفل باش تقش وين تحبوا يكون في جلسي إجا معايا الكوجينة تتلقاه حلك شاشي وجبد قرون الفلفل قبل ما يبردوا وتلصق عليهم قشرتهم وما تنساش تنحي زراعة ما عندكش الاخرى قواندويت نلبسهم ما زلت كعاوت المانيكيغ متاعي أنا ما نستعملهمش القواندويت الكوشتو يعملوا للحساسية إذا ما عينكش خلي غادي توا تجي عزة تبارك الله في درج تخرج منهم يا اخي انا قلت لك عندكش جواندويت ما قلتلكش ما نجمش باص اسبوعي نجم سكر الصاله خليني نروح ناخذ غمضه قبل شق الفطر بلاي كي تجيب الخبز تعدى العم لازر خذ لي رطي الزلابية بلاي جيب عليك الصفره ما تجيبليش شكل حمراء تقولش عليها اقفص مسدد هاي 5 دينارات ورجع لي الباقي ها وكيفاش تحبوا الباقي فلوس ولا فلوس الشنوة سي فلوس الشنوة وانت منين تعرفها العملة الصينية ما نعرفهاش اما مادام نخدم عندك الشنوة منو هكا واللي خلصني بفلوسه بابا تري تري بيان تو نولي خلصك الشنوة يساعدني تتكلف لي اقل تا
تعرف اللي المهندس غاديك يخلص قدك؟ قدي دايما الفرمي يخدم كيفي غادي قداش يخلص؟ تتربع مش عملك الحساب عندك 60,000 يوان نضربوه في البي دونك 60,000 3.14 12 دينار في الجمعة هب تخلص 12 دينار في الجمعة؟ خليني شغريتي على كيفك باه ما تنساش الزلابية شاهيها ما تصورش قداش ما نعرفش علاش اليوم سبيسيال مود كما ناكلهاش الا ما يصير فيا شبيها لاباس شيما ثم اجا شوف الخنار بتاع مرتك ماهيش بالسياسه بالكوجينه قشرة الفلفل نتاع السلاطة عملها توزويز في سبعاتها توزويز شوية توزويز تدايا باش تشعل مزريات الفلفل بقلوتي ياي عمري كامل نعملكم في السلاطة المشوية عمري ايش عملت شوها كيما هذي اي 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 توا فاش قمت تبكي بالله هذا الكل مجوعة كي ليه حكت عيني خوالة الدم برا انت برا جيب لي ستيلو ورقة فيسع وانت اللي اماني باش نبعثك الفارماسي جيب لها الدواء وعلاش مش انا نجيب ورقه فك ما تمشي الفارماسي فكيناش من العرك تو هذا وقته وزر برواحكم فماش من واحد يخلط على غمضه قبل شقال الفطر امي بالله تنجمش تعمل لي انا سليطه خضراء هكايا مادام السلطه اللي عملتها زينب حاره مليط انا نخاف على معدتي بصراحه تو نعمل طرف سلطه انا بيدي يا ذنوبي كان نجم ناكلها من حروريتها توا وليت حرورية ومعاش نجمو تاكلوها أما مقبلة شوية توزويز أسمع أقول لك أنت ما فماش تقيل إلا ما يديا يبردوا وأنا قوايمي بردت بطبيعتها شقلت؟ لا شيء قاعد نفكر في اسم الدواء اللي باش نجيبهولك عزوز يا وجبت لك باقيت دورمالو واحدة بس ليك انت واحدة بركة بس خديت واحدة لي انا واحدة ليك انت ترى نشوف خبزتك يا هيا اسخن من الخبز نتاعي ساخذيتهم مع بعضهم قاعدة نشم في ريحة بنينة كاينها ريحة زلابية اسبوعي ما تقوليش شريت زلابية ومخبيها عليا تعرفني اذا نموت عليها زلابية عاش بكر على شق الفطر زي بيجي مشيت اول دلنا شريت زلابية ولا ليه والله لهي لي والله سيد اخويا وصلني عليها وشيء برشا وقال لي اليوم يزمو ياكل زلابية تصور ربح له بلاش يصير فيا امان اسبوعي هكا اما ابجي انا ولا اخو على الأقل هو نجم ياكل زلابية كل يوم وفي كل وقت أما أنا يا أسبوعي ما بتعرف ما بتعرف نانا والشعر متاحة حرمتني من ألف حاجة وحاجة بربي يا أسبوعي كما تدللنيش إنتي وما تذوقنيش انت يا عزيزي شكون باش يدللني ترى يزي يزي بالبكيتو شجعت لي قلبي جدا شجعت الخوض يعيشك سبعودي شيء طيبة يا ربي يمشي القفطيري محلول دور الله هذا يا فاطر يا عنده عرق جابوني اسمع باجي انا صحتك وانت دبر راسك اللهم عاد اللهم ما تحبش تعمل صانع بالعاني باش ما تخلصوش انا السلام عليكم وعليكم السلام اهلا فوشيكا اهلا هوا فوشيكا هذا ايش ادخل ادخل ايش نقدمك لعمك الباجي
اللي يظهر لي يظهر لي من وهكا باش تولي تنادي له يا عرفي اش قال البيجي؟ ايش عندي ما نقول؟ ايش تحب يقول البيجي؟ اما اسمع شهر رمضان برك والخلاص رمز زاد اي مثالش احنا راضين راضين اش قال فوشيكا؟ ايش عندي ما نقول قدامك خويا سليمان راضي؟ اما على شرط تمشيش تخدم عندي جمعه وبعد ما تتعلم الصنعه تحل الحانوت كيفي في الاستوديو نتاع الاسبوعي. لا لا كيكا تهنى الحكايه هذه مش في مشاريع. لا 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 تهنى 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 يا باجي ما يحلش غير انت بركه ما تصعبهاش اما صدقني بهيلك وبهيله تري تري بيان بون انا خليكم تزيدوا تعرفوا على بعضكم خير وسامحوني انا عندي باسيون جايني. باهي انت سي فوشيك رجع لي بعد شقال فتره تو انا خلاقي فاسده وما عنديش وساعه بال باش نوريك الخدمه. اشنية هذه زادة؟ عجبتني فتوبة هذي سفن رميسي بيه اش تحب؟ فيسع مزروبة هنا وجنت تستنى فيا عزوزتي عدي لك بشارة اشنية؟ اشنية سبعون؟ سيدي خويا اليوم مش بشي تردني ايه بالحق وعملي كونفيرماسيون في المنصب بتاعي. اسمع كان تحلك السكر وبدي تتهز وتنفض نجم تمشي تفطر راهو حتى ربي يغفر ويسامح. والله يضحكني بجد سيدي خويا راضي بالخدمه بتاعي. مادامك انت راضي بشهريتك نورمال هو يرضى بالخدمه بتاعك. ما فهمتكش. معناها على هيك الخلاص الطياره اللي انت قاعد تخلص فيه خوك ما يلقاش خدام كيفك حتى تحكى في الشيء. هيا سامحني هيا عندي كفن ريحه الشنط بدات تخرج من الكوجينه. هيا عاد ريحه بيهم من كل معشين. ايوا استوى فهمت هذيك هي من هذيك على سيدي خويا حرص عليا ويخلص فيا كشنوا. بربي يزيني طونطون كان انت خلص فيك كشنوا انا عاد فين في المصروف نتاع هنود لا يكفي لا بيتزا لا ماسكارا. ولا ما يسالش يخليني ماسكارا قدام خطيبتي. صح علي يجي صادم على العرس وانا صادم على ثقيله نحلم بها من الكوخ نتاع العربيه. عسلامة ماما. أهلا لين. شو عملتوا اليوم في الليسي؟ في الصباح كوغ متاع عربية وبعديش كوغ متاع مات وقفلنا بكوغ متاع اي لابين اللي انت تبعتوا باهتماء يا موراني اللي نوت متاع التخيميس خلولانية كيفاش باش يكونوا؟ ليه عاد ماما وانا متفاهمين نوتات رمضان ما ناخذوش عليهم السيام ما يعكسش النيفو الحقاني متاعي. اي ليه اماني جابك ربي إيجا عايش بنتي عاوني على تقشير الفلفل متاع السلاطة وميتك من صباح ربي وانا مش نوقف في الكوجينة وامك كي مترة لا يزي قاعدة تتفرج في التلفزة لا يزي في مسلسل معاود شفته البارح. والله تعب يا امي يامي وشي هي تعسيلة صغيرة وبعديش تو نحط معك الطاولة. مش لازم هاتا وانا عايت العزة كنت تعاوني. ليه ما تعايتش العزة هاتا ونجينا نعاونك. وينو الفلفل باش تقشر؟ وين تحبوا يكون في جلسي؟ إيجا معايا الكوجينة تتلقى حلك شاشي وش بدقرون الفلفل قبل ما يبردوا وتلصق عليهم قشرتهم وما تنساش تنحي الزراعة. ما عندكش الاخرى قواندويت نلبسهم؟ ما زلت كي عاودت المانيكيغ متاعي. أنا ما نستعملهمش القواندويت الكوشتو يعملوا للحساسية. إذا ما عينكش خلي غادي توا تجي عزة تبارك الله في درجة تخرج منهم. يا اخي انا اش قلتلك؟ قلتلك عندكش جواندويت ما قلتلكش ما نجمش. بون سي اسبوعي نجم نسكر الصاله خليني نروح ناخذ غمضه قبل شقال الفطر. بلاك تجيب الخبز تعدى العم لازر خذ لي رطي الزلابيه بلاك جيبها ليك الصفرة ما تجيبها ليش شكل حمرة تقولش عليها اقفص مسدد. هاي 5 دينارات ورجع لي الباقي. ها وكيفاش تحبوا الباقي؟ فلوس ولا فلوس الشنوة؟ سي فلوس الشنوة. وانت منين تعرفها العملة الصينية؟ ما نعرفهاش، أما مادام نخدم عندك الشنوة من هكا هو اللي خلصني بفلوسه. أبا تري تري بيان.
طون ولي خلصك الشنوة يساعدني تتكلف لي أقل. تعرف اللي المهندس غاديك يخلص قدك؟ قدي دايما الفرمي يخدم كيفي غادي قداش يخلص؟ تدري بها مش عملك الحساب عندك 60,000 يوان نضربوه في البي دونك 60,000 × 3.14 12 دينار في الجمعة. تحب تخلص 12 دينار في الجمعة؟ خليني شغريتي على كيفك. باهي ما تنساش الزلابية شاهيها ما تصورش قداش ما نعرفش علاش اليوم سبيسيال مود كما ناكلهاش الا ما يصير فيا. هذي بالطبيعة دجاجة قبل. استنى استنى علاش بربي؟ على خاطر الدجاجة هي اللي تبيض وتكرك لو كان العظمة تجي الأولى شكون باش يكرك عليه؟ هذيك علاش الدجاجة تجي قبل؟ أي حتى أنا كنت باش نقولها راه. سبوعي سبوعي قوم انا جبتك حواجي. يا ربي زيدي السبع عندي انت باكي في جرتي حطلوني خلط عليا. يا انت خطيني خطي فضيله خطي برا فايقو ما عادش وقت عليك على الخدمه. مانيش خادم يوم سبعه ما زلت عم تزيد نرفض سيبوني بربي. باه انا خويا هاني قلت لك وانت حر. ثم حاجه اخرى يلزمك تعرفها. الكسكسي عمرك ولا تسقيه من اول مره بمرقته الكل. فرق السحاب شويه يدير ومن بعد صب له مرقته وغم وخليه يشرب وعمرك ولا تحركه. تي لا عدمي فضيله الكسكسي لازم يتحرك مليح باش يتنفس ما كانش يعجل. بربي اسكت انت ايش تفهم منه؟ تعرف خير من امي. شنو ايش تفهم منه؟ انا قريت التكنيك بتاع الكسكسي في المكتب وين نعلم فيها في صنعه الجدود. سامحني خطي فضيله انا والمكتب غلطي. اسبوعي فيقه ما حبش طردني وقال لك اليوم مانيش خادم. يا غلبته عزة برا فايق وعايش بنتي لأخوه يتغش عليه. بيه طيب فيق لك بكري أتا تشوف. سبوعي 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 سبوعي. أوه يا ربي مسكيني تولى نشد المهدي مدريعة. نعم نعم إما لا جرب روحك وتنوريك. عزوزي سرية انت إما لا شكوم أي قوم ويزم البخل يا أخي باش تعدي نهار كامل ريقدة. استنى بركة نعرسو دام نوريك الديل الكل ولا ما نحيهولك جو من البروغرام يستنى فيا بياني قمت ولا ساعة زعما حد قاعد يفطر بيت الفطور. يا راجل يا رجل يا اخي ناسي نحن في رمضان ولا قاعد تحلم بالماكله؟ مانيش ناسي اما قبيله راني تفضت وما نشق في نص فتره قلبي اسور عليا. يا ربي يا ربي يا ربي يا هالقنوش قوم ما فما حتى حد في بيت الفطور قوم البس حوايجك وسد خدمتك. سوي ليه ليه كمون كمون مش كروية. اسمع زيد عليهم كيستي زيت زيتونة مش تروح الماكلة اي وعصرة قارص ما فيها بيس. بيه كنت تحق حاجة أخرى كلمني سالي. هذا لندا ما تقوليش عملت موزع صوتي 18-44 أمك صنافة. ليه عندي صاحبتي عروسة جديدة وسني أول عام باش ترمضن وحدها مع رجلها عاد كل ما توحل في حاجة تكلمني.
هذاك باش تكلفلها حسب التليفون اغلى من فاتوره الريستوران. هكيك ما تكلمني كيما البيرو معناها فلوس الاداره كل ما جبت جنول بريك ولا فحات بعد دوك اسال عليه اخويا سليمان هاني في الاستوديو برا ودي باش تقيل صح عليك قيل واش خاصني كان نقيل عليه ما عندي ما نعمل عندي مطالب يلزمني نعمرها هاي برا قول لي نفوجيك اخويا فاش حسوا بيك بالضبط ما نعرفش اما قال لي تحبش ندبر لك خدمه لهنا حتى تلقى خدمه صحيحه هوني معناتها لهنا في البلاص شو فوجيك في البلاص هذا شوف راك فدتني وجبت لي النوم بالاسئله نتاعك هذه الزايده بون دادو هاني في استديو دادو سمعت بوذنيك سمعت بخشمي شو يا دادو مانيش نفضلك راهو بجد نحكي المايرات تحت سقيهم في باليش تلقاك نسيت سبلت الدوش تمشي اوه يا دادو يقول لي سيدي خويا مشيت تردي داخل فوشيكا في بلاصتي زعما ليه ما ظهر لي ما سمعتوش توش كان يحكي انا نقول لك راهو كلامي صحيح سيدي خويا ناوي باش يطردني ودخل فوشيكا في بلاصتي ما غاش يطردك على خاطر انت خوه اون بليس شهريتك ما لقاهاش حتى في قلب الشين شين دادو يطلعش يحب يطردك انت اينا فيش قام خويا وجيه صباح الخير سي البيجي صباح الخير التو عم البيجي عنا ساعة نستنى اش ثم ما لاباس شنو اش ثم نسيتني مش قلت لي ارجع غدوة الحي صباح تلقى الريسبتير تاعك حاضرة الريسبتير تاعك مازال ما حضرش البالة تو لرقيتها تعرف كيفاش ارجع لي غدوة ديما غدوة البارح قلت لي غدوة شوف لي حل خير يا امي صباح الخير قل لي بربي ماشي للبيرو ولا عندك رانديفو في جنينه الباساج يا ربي العمل عليك اولا يلا لو كان جا عندي رانديفو في جنينه الباساج ما نمشيش متهمم هكا ترى ضرب لها وقتها سروال قطيفه وبلوزون جلد تعترق بريحه السيراج ثانيا سيادتك تحب روحك إليغان قدام الكاتبه نتاعك يزي يا مراه راهو عيب شهر رمضان راهو الشك والاتهام بالباطل الاثنين يفطروا والزينة وريحة البارفان اللي تعطعت يفطروا يزي متخلف هكا طو واحد اما خير كبدا ريحته طيبة ومتهمم وبشوش ولا لحيته مسيبة ومكشبرة كي تبدا واخلاقه فاز دخل شنو صايم وما عندوش خلوق باش يتلاها بحالته اش بيولد اسم الله عليك اش عملولك كانك عليانة يا أمي فضيلة ما عملتلو شيء أما لا أعلم بالك شي فما ناس عملولو لا يا أمي فما ناس ما يولمهمش الصيام حق أمي اش باش تعملنا اليوم نشق الفطر ايش الزينوبة شنية زينوبة باش تطيب لا هي زادة سهلتني قبيلة وصرصت لها المني ما نقعدش نعاود مرتين أنا فاطمة اش بيها هذه زادة مولا باس ايه يا بنتي ايه من وقتاش نطيشوا الكرتابه من الباب هكا ما زدتك شريتها لك جديده واش بيك جايه من توا المعلمه صبحت مريضه ما نجمتش قرينا تي صايمه ايوا هكا قيد على شهر سيدي رمضان وعلاش تقول هكا انا بيتي ما عادش نجم ما تقوليش انت زاده صايمه كالعاده نص نهار يا عايش بنتي مش تفهمنا نواياك حكاية الصيام انت عنو سنهار تعملها كان في الويكاند وصلاعة عمي قتلي انا قلت لها
تصوم نص نهار باش كي تكبر تلقى روحها مستانس. هيا بجاه ربي يزيونا من قاقاقي قاقاقاقو يزي هاو نص النهار قريب يجي هاو تاكل هاو تتنعوش شوي. ما هوش نص النهار هي العشرة مازالت. يامي يامي الطفلة تفرج كيفاش وجهها كي البخارة وليتها تقولش عليها تخدم وراكي شي. عطا نقوم نحط الفطور لبنتي. هاي باش تسخن الفطور للدلولة اللي طالعت لها. أيوا هاو توا بديت نسمع في صفرات الانذار تدوي. خليني نخدم على روحي خير. سليمان اسمعني، انت عندك الحباب والاصحاب في كل بقعة. وي سي فري امي سي فري. وي هي حرت باش تلقى خدمة الفريد حتى شدني يد حالته تسخف. فريد باي تنشوف تنشوف داكوردو باقي تو تشوف. ميام سامحني والله ما عادش نش ميسيلش كل حاجه. اسبوعي اسبوعي يدي قوم قوم ظهر فيها الكبيده بتاعك جايه باش تعطيك على راسك. قوم طفيه طفيه خلينا نرقد. يدي عطينا نلعب نكمل نومتي. تقوم تقوم لا تروح على الباب. اسبوعي خليتي ها يا هكا توا هكا ها ساعه كامله ولا ندق. سامحني خويا سليمان كنت في بيت الراحه. وهالكركان وزور هذايا ما سمعش ريق زريق يا ولدي. ايه ايه اوه قوم ايا سيدي خويا. لا سيدي منصور جيتك نزور. العشرة تخوف يا العشرة ليش عمتك مشعتني شوفي بني مخر على الخدمة. وانتي عندك اربع سنين مخر على الخدمة. باهي سيدي قوم يحاسب حاجة. لا 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 حاسب فوشيكا برك. نعم حاسب فوشيكا هم قدامك يا سيدي سيب الملعب سيب بالعقيد يا ربي لا تاخذوا الخلي وشكون يرقد. شو شو والله العظيم تولى هاني خليتك هاني ماشي بترقد في بيت امي. سيب سيب وانت هكا هكا توا قايمه. انا ليه ليه اخويا سليمان انا قمت من الفجر ومشيت ندور نفركس على الخديمه ومن بعد تعديت لبيت الراحه ورجعت لل. وانت سيادتك تمشي لبيت الراحه تلبس بيجامه ها الغالب سناسه سناسه. تري تري بيان بون بدل حوايجك وخلط عليا البيرو حاجتي بيك. استنى عايش ولدي نفرج لك خاطر نحيت الملح باش نغسل. غدوة راك ما انا قلنا غدوة عاد. الله يهديك الله يهديك. وانت خويا عندك حاجة عندي؟ جيت نسأل فماش هنا جدر تحلو. انا في رمضان ما نبيراتيش. علاش؟ بيراتاش حرامة؟ تدبر فيا؟ يوسع بالك عامل باش بيك تصيح. مانيش نصيح. إذا نمشي العامل هادي يخدم على روحه. برا العمك الهادي ولا وي دكتور حاجتك بحاجة؟ اي اي الدوسي هذا كملت منه تنجم ترجعوا لبقعته. حاضر. دكتور خدمتي فرحان بها ولا ليه؟ بيان سور شو فرحان بها؟ ملا لا عليها السؤال. ليه؟ خاطر كان فما حاجة مش عجبتك نصلحها. بالعكس أنا كل شيء عجبني. وأنا الحقيقة ما عادش النجم نسلم فيك للبيرو نقصد. فهمتك تحكي بروفيسيونيلمون دكتور. وهو كذلك وهو كذلك. قل لي دلندا كانت تحب تروح من توا ميسالش راو كان جانا باسيون ولا هكا ولا هكا وكا أسبوعي يعوضك. ولو انت صعيب باش تتعوض. ميرسي دكتور هذا من حسن اخلاقك. العفو العفو. دلندا ترى عايشك طل من الباب شوف الباجي جاي ولا لا.
ضد هكا تضحك مش باش يطردك. هيا بي هيا شو معناتها؟ معناتها رزات في راسي؟ والله عرفت والله عرفت. انت تريد تدور دور ترجع لوجهي. اوجي دكتور. سي بيان. اسبوعي اسبوعي ترى ندي لي فوشي كفيسه. لا لازم شيخ بلاصتي وزيد نعيط له. هاكا في السيديو قاعد ما عيط له وحدك. شنو 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 هالشكشوكه هذه باش ياخذ بلاصتك؟ اش قاعد تالف وحدك يا ولدي؟ لا يظهر لي فما سوء تفاهم دكتور. سوء تفاهم؟ اذا عندي سوء تفاهم انا في حياتي هو السيد هذايا اللي المخ بتاعه مشتق من زربوط. الله يهديك يا امي الله يهديك. هيا خلي مش لازم طول واحد يحير المواجع. سيدي خويا معناتها ماكش باش تخرجني وتدخل فوشيك في بلاصتي؟ لا لا اما توك جبت لي انت الفكره علاش لا؟ سيدي خويا سيدي خوك تولد سيدي خويا ها؟ بو هاي يوفى الكلام تويكا للنهار متاعي تنقب في جرتك. خذ لي نعيد لك فوشيك. سمعني هوني هتعرف نمشي نادي لوحدي. وانت خويا سليمان مرحبا شبيك ما دخلتش من قبيله الباب محلول ساخ. وانت شبيك بتيت ما تقوليش زاد كنت في ال وين عندي كون؟ لا هاك تشوف عندي دوسي مهم لازم غدوه الصباح بكري نوصلو. تري تري بيان بون اسمع زيد دريجين وخلت عليا الحانوت تاع الباجي داكوردو. حاضر خويا سليمان حاضر. قولي يا اخي ما لاباس انت؟ لا 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 لاباس. علاش؟ لا على خاطر عينيك ظهروا لي كيف اللي مبجبجين شويه. اي 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 مبجبجين متعب خويا سليمان متعب والسهر وقله النوم. شبيك راني نسهر ونقوم نتسحر ونقوم على الفجاري ندور نفركس على خدمه حتى في القايله ما نلقاش حتى درج نخيل فيه. سيفري يا فوشيكا سيفري في وقتنا هذا ماهوش بالساهل باش واحد يلقى خدمه. سيفري من طلب العلا سهر الليالي. مرة نكملوا لها درج النوم. فوشيكا اش قالك سيدي خويا؟ قالك كي تهد على العباد دق الباب ولا ادخل بالسياسة. لا 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 نحكي على فصل الخدمة اللي بيجي يدبر لك هوني. ما قالك شيء؟ ما قال لي شيء. قال لي هاني خارج وخلت عليا عند الباجي. باجي زعما في باله؟ نعرف عليه انا في باله وفي باله شتوكي نسمع بحاجة تونجي نقولها لك. شبيه؟ عينيك باش يا فوشيكا ما تقوليش رجعت رقدت. شنو رجعت القدم؟ ما قلت ما عادش تعاودها، وين نرجع نرقد؟ هاك تشوف وين نحضر في دوسي. وجيكا ما تقوليش ما رجعتش القدم، يوزر الفرش مازال صغور ومبلول بالعرق بتاعك. ربي علاش هذه بالذات؟ اتذكيت فيها. يا سيدي الفرش مبلول وسخون. خاطر بصراحة أسبوع أنت كخويا إيش نقول؟ امبارح في الليل وأنا راقد. الله غالب يا باجي اسمع كلامي خلي فوشيكا يشد لك الحانوت باش خدمتك ما تعطلش. يا ودي شكون قالك هذه خدمتي معطله؟ وينك ليونات نتاعك سيدي اللي نهار كل ماشين جايين على الصاله نتاعي؟ جا شيل باجي حل شيل باجي رجع شيل باجي. باه يا سيدي شوف وشيك هذا ينجم يشد الحانوت. مش قلت لي تكوينك وجيني؟ لا محسوب شوك علم الدني اللي عندك انت دي مال كله في الانترنت الكود والباتش والتصليح كل زاد في الانترنت. يا ولدي اسمع كلامي وخذه معاك لخر يشد لك الحانوت في الصباح وقت يسادك انت تبدا تشبد فيه خميري. مش انا برك تونس كامل تجبد فيه خميري في شهر رمضان. لا 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 فوشيكا لا مسكر والله من السبعه نتاع الصباح يقوم ويبدا يلوش في خدمه وفي الليل يبدا يحرر في المطالب نتاع الشغل. القايله القايله ما يعرفهاش. عجب لا طوطو سامحني خاطرني كنت قدام كنت صايم اما شو عمل فيا كنت نحس في كرشي تغرود اما توا سافا. كوكو كوكو على روحك ما يقلقنيش عندي عزيمه. طونطون ما تصير لكش ساعات وانت تبدا صايم؟
تندمني ما خذيتش صحن اخر مقرونه في السحور؟ وش هو تصير لي؟ انا مسعد كل يوم. لقيتوا الفخذ هذا؟ هذاك البارح امي يامي قد ما راح الحس بيا، قلت لها ما نحبش، واليوم الجوع الناقه يقلب عظمي. ريتانا الجزوز هذا البارح بعد ما حبيتها قد كان زيدني عليه مليون ما نشربوش، واليوم كان نلقى نشرب الدبوز الكل. زعما شنو ياخذ ياسير؟ اسبوعي عايشة بابا كامل نومتك هاني نشيت. طونطون امان في ثنيتك جيبي ديسير من الكوجينه، خاطر انا على ما عبيتها بالصيف نتحرك. خد لي ديسير. اي شوف لي بنانه ولا رمانه في طاولة الكوجينه. ها ولا ياغورت اخير باش كامل معاها طايف القطايف اللي قاعدوا. اوه حرام عليك، علاش تحب تفطرني؟ طونطون والديسير. قوم جيب وحدك. صباح الخير. صباح الخير. انتي خالتي جنات؟ نعم نعم خالتك اللي بالحق ظهر فيك اللي انتي صايب وزد ما تدلش من فوق. تعرفش كيفاش ننصحك منه هكا بربطس في النار يا في السحوق. معناتها مش انتي العرافه. يموقنا ليه عزه؟ شكون جاي؟ كليون يا ماما ناسي مرايته. قلو يدخل. قلو تفضل بابا. اهلا اهلا يا مرحبا يا مرحبا. تفضل تفضل اقعد. تعرف عندك السهر هلا يا مات الكارطه متوعد ما تخرج من هوني كفرحان. ان شاء الله يا خالتي جنات ان شاء الله. ايوا احكي لي شي مشكلتك. هيا لله ها باش نبدايك الحكايه بالاول. باه تفضل هني نسمع فيك. البارح في شقة الفطر مرتي طيبة تبريك وطاجين وعز مريورية وكفزاج. بارك الله تبارك الله. وهالماكلة الكل ما عجبتك الشيء؟ لا ولدي كي شافك العظم الكل اسألني قديش من حالة استعملت المادة. لا ولدي اسألني شكون جا الأول الدجاجة وإلى العظم. ما عرفتش بش نجاوب. أيوه من بعد ليلة كاملة هنا لا خليت لك طب لا انترنت الشيء ما عرفش شو نقول له تو. ليه عاد هذه سهله عاد شنو الدجاجه جات قبل يظهر لك وكيف جات الدجاجه مش من عظمه. هي والله عندك الحق. هي يمنها عندك الجواب. نابيدي من الاول قلت لك وقعدت نخمن العظمه اللي باش تجيب الدجاجه منين جت؟ مش الدجاجة اللي باضتها؟ هي أما الدجاجة اللي باضت العظمة اللي جابت الدجاجة اللي باضت العظمة الأولى. الأولى هي ولا الثانية؟ الأولى ولا الثانية؟ شفت مصعبها شفت. البارح في الإنترنت مبربش لقيت أنه السؤال هذا حير البشرية آلاف السنين والتو ما لقوش حل. إي وين جاييني في ربع الساعة تحبني نلقى لك الحل؟ آه يا خالتي جنات. ماذا بيا اللهم تطلعي عرافة ما تعرفيش عيب. انا ريت عروسات وطلقات وحتى من الخدم والثروات باش نحير في عتوقة وجرد عظمة قص. صباح الخير دلن. صباح الخير. ايه وين ماشي؟ شنو اللي وين ماشي؟ باش نقابل خويا سليمان. نعم هكا هو تدخلوا بحذاه مريض. يا اخي عندك معاه غونديفو؟ اي عجب ما قاليش. شنيا يا وكان بحذاه قبيله وفايقني وقال لي خلط عليا. اقعد استنى مادام عملت لك فيشه. فيشه؟ اي فيشه مادام اول مره باش تعدي عنده اذا نعمل لك الفيشه نتاع الدوسي نتاعك. لاباس ما شبيك لاله؟ ريتني مجنون ولا خيوط تمس في بعضها. شبيك؟ شنو اللي شبيك؟
تعرف كيفاه؟ هاني في استديو كي كمل مع المريض نتاعو عيط لي. ايه سيدي شفاهم مرمذن؟ ايه مرمذن. يعجبكش؟ ها اش قالت الكارت طلعتها يا وخي؟ اش تحبني نقول لك؟ حتى من الكارت حالت معايا راهو. اش مشايبك؟ اش تحب؟ جاي نطيب كسكسي نانا اليوم ما يسالش توا وقته مطرش فيا نخدم. خالتي جنات علاش ما تخليهاش تشوف معاك؟ شو تشوف؟ شو عندها تشوف؟ شو تفهم منه؟ اي ايش نشوف؟ من بكري نحبوا نعرفوا شكون جا الاول، العظمه ولا الدجاجه؟ ايه عاد سهله.